السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص فرض من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي، ودائما في مادة اللغة الفرنسية. اليوم وصلت معكم لاكتيفيتي دو لا برودكسيون دو ليكري، وكنذكر الناس اللي باقيين ما تفرجوش في الفروض اللي درتهم في القناة بالنسبة للنشاط العلمي وكذلك جميع لي زاكتيفيتي ديال لا لونغ فرونسيز، يمشي لا ديسكريبسيون، يمشي لصندوق الوصف وغادي يلقى بزاف ديال لي ليان، بزاف ديال الروابط ديال الفروض، يتفرج لهم بتأني وان شاء الله غادي يفهم. واللي بغى البي دي اف ديال الفرض يتواصل معايا عبر الواتساب، غادي يلقى النمره ديال الواتساب اول كومونتير ان شاء الله على الفيديو. وما تنساوش تخليو لي شي كومونتير يزيد يحفزني باش نزيد ان شاء الله ندير لكم فيديوهات اخرى. اذا على بركه الله نبداو الفرض ديالنا ديال لا برودكسيون دو ليكري. عندي دو كيستيون. كومبليت لي ريبليك دو سيت interview avec les éléments suivants. Donc, غادي نكملوا لي ريبليك ديال الانترفيو، ديال واحد الحوار دار ما بين جوج ديال الاشخاص. دونك هنايا الحوار دار ما بين شكون وشكون. هنايا الحوار دار ما بين ليليف اي لو بريزيدون، صافي، التلميذ والرئيس. باش غادي نكملوا بهاد لي ريبليك هادو، هاد الفراغات اللي عندي هنايا. صافي، لي ريبليك هما هادو: جو فو روميرسي بور فوتر اكوي، كنشكرك على الترحيب ديالك. اسكو فو بوفي نو ريزي vos actions en quelques phrases. واش يمكن لك تلخص لينا الخدمه ديالكم في بعض الجمل؟ هنايا pourquoi choisissez-vous d'apporter de l'aide à des personnes en situation difficile؟ علاش اخترتوا انكم تساعدوا الاشخاص اللي هما في وضعيه صعبه؟ ces personnes ont besoin de notre aide, ils ont besoin de notre assistance, de notre accompagnement, ils ont besoin d'affection, de soins. Donc هاد الناس محتاجين المساعده ديالنا، محتاجين المرافقه ديالنا، وكذلك محتاجين لافيكسيون اي دو سوا، يعني سوا ميديكو، يعني الرعايه الاجتماعيه وكذلك الرعايه الطبيه اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي، دونك هنا ليليف بونجور مسيو لو بريزيدون، شنو غيقول له من بعد؟ غيقول له جو فو رومارسيي بور فوتر اكوي، est-ce que vous pouvez me résumer vos actions en quelques phrases? علاش؟ لانه ها هو غيقول له وي بيان سور، يعني ممكن انني ريزومي لكم داك لي زاكسيون اللي درنا. صافي، دونك هنايا جو فو بيان جو فو رميرسي بور فوتر اكوي، est-ce que Est-ce que vous pouvez nous résumer vos actions en quelques phrases? Deux heures, le président Bachar. Le président. Oui, bien sûr, nos actions sont diversifiées. يعني الخدمه ديالنا متنوعه، مي نوز اكوردون لا بريوريتي او بيرسون اون سيتوياسيون ديفيسيل، ولكن حنا كنعطيو الافضليه والاسبقيه للناس اللي هما في وضعيه صعبه. ليليف التلميذ غادي يقول؟ غادي يقول له بوركوا شوازيسي فو دابورتي دو ليد ا دي بيرسون اون سيتوياسيون ديفيسيل، علاش اختاريتو انكم تساعدوا وتعاونوا الناس اللي في وضعيه صعبه؟ هادشي هذا هو السؤال اللي غادي يقول. بوركوا شوا Choisissez-vous d'apporter quoi? De l'aide à des personnes en situation difficile. Une situation difficile. Maintenant, le président Bachar Jaoubou, c'est une question importante. Ces personnes ont besoin de notre aide. Hadnas, محتاجين الرعاية ديالنا, etc., etc. Donc, Jaoubou, elle joue aide. Ça va? Donc, ces personnes ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de notre assistance, de notre accompagnement.
Ils ont besoin d'affection, de soins, etc. Passons à la deuxième question. Complète l'interview suivante avec les réponses du directeur. كيتحاور مع واحد المدير صافي دونك نو فيون ا لي ريسبونسابيليزي اون لي انكوراجيون ا بارتيسيبي ا دي اكسيون دو بروبريتي دو ديكوراسيون اي دو جارديناج يعني كنحسوهم بالمسؤوليه وكنشجعوهم باش يشاركوا في الاعمال ديال النظافه ديال التزيين وكذلك ديال الجارديناج يعني ديال البستانه ديال الحدائق زعما وي تو الموند ادوبت سو كومبورتمون سيتويان وي التلاميذ كاملين كيتبناو هذا السلوك اللي هو مدني لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون اي اون فالور نوبل الحمايه ديال البيئه هي واحد القيمه اللي هي نبيله نوز ابرونون ا نوز ايليف ا ريسبكتي لونفيرونمون كنعلمو التلاميذ ديالنا باش يحترموا البيئه صافي دونك لو جورناليست غادي يسول بونجور مسيو فوتر ايتابليسمون اي بروبر اي جولي كيل اون اي لو سوكري كيقول له مرحبا سيدي المؤسسه ديالكم نظيفه وزوينه شنو هو السر دونك لو ديريكتور دابا غيجاوب غادي يقول له شي حاجه والسؤال اللي موراه غادي يقول له كومون فات فو بور ابروندر ا فوز اليف ا ريسبكتي لونفيرون كيفاش كديروا باش تفهموا وباش تعلموا التلاميذ يحترموا البيئه دونك بناء على الجواب السؤال هذايا غادي نعرفوا الجواب ديال لو ديريكتور الجواب ديال لو ديريكتور هو هذا نو زابرونو نو apprenons à nos élèves يعني كنعلمو التلاميذ ديالنا باش يحترموا respecter quoi respecter l'environnement respecter l'environnement كنعلمهم انهم يحترموا ويحافظوا على البيئه صافي le journaliste comment faites-vous pour apprendre à vos élèves à respecter l'environnement كيفاش كديروا باش تعلموا الاطفال ديالكم ولا التلاميذ ديالكم يحترموا البيئه شنو كنديرو كنحسوهم بالمسؤوليه صافي هاي نو فيون ا لا ريسبونسابيليتي ريسبونسابيليتي او بيان سون ريسبونسابيليزي اها اون لي انكوراجيون لي انكوراجيون ا بارتيسيبي ا دي اكسيون de propreté, etc., etc. Le journaliste, est-ce que tout le monde participe à cette action au sein de cet établissement? Donc, il y a un qui cherche fait l'AML, fait l'MSSA. Il oui, tout le monde, Kulchi qui cherche, adopte, qui est ce comportement, ce look, le madani, ce comportement citoyen. Et moi, sur le moyen, la protection de l'environnement est une valeur noble. وبهذا غادي نكونو كملنا هاد الانترفيو هذا فرد من فروض المراقبه المستمره اللي كان كيخص لا لونغ فرونسيز لا برودكسيون دو ليكري خليتكم على خير كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته